اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده. واو ده سباق طويل جدا 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 زي ما انتم شايفين، تراك كبير قوي للعربيات. ومش هصدقوا مين المتسابقين اللي معانا. معانا 2 متسابقين جامدين جدا جدا جدا. اول متسابق معايا طبعا مشهور قوي انجري بيرد. بصوا بقى صاحبه كمان فظيع. طبعا بقى هيكون في سباق النهارده سخن جدا ما بين الاثنين دول، وهيعدوا بقى كذا عقبه. دي اول عقبه، في تاني عقبه وتالت عقبه فيها قاعد الوحش على الايه، على الكنز بتاعهم اللي المفروض ان هم هيروحوا بقى ياخدوه منه من هناك. الله ده هيكون سباق سخن جدا 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 وحامي قوي ما بين الاثنين. يا ترى بقى مين فيهم اللي هيكسب، ومين هيوصل للكنز، ومين هيوقع الوحش. هنجرب بعد ده دلوقتي مع بعض. بصوا بقى اللعبه جامده ازاي، هتعجبكم جدا جدا جدا. ونشوفها. بصوا بقى السباق طويل جدا، بجيبه لكم من كذا زاويه عشان تقدروا انتوا تشوفوا قد ايه هو طويل. انا اصلا حطاه على الارض كده عشان اقدر ان انا ايه اصوره لكم، وتقدروا ان انتوا تشوفوه بكل الجوانب بتاعته. الزرارين دول بقى هو اللي احنا اول ما ندوس عليهم العربيتين بيطلعوا يجروا. واو انا عايزاكم بقى تقولوا لي بتشجعوا مين، يا ترى الانجري بيرد ولا الوحش اللي جنبه. هنبتدي بقى دلوقتي ونعمل بقى منهم السباق الكبير قوي 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 ده، ونشوف يا ترى مين فيهم اللي هيروح للوحش وهيكسب. واو شفتوا انجري بيرد وصل بسرعه، لكن التاني كان في عقبه قدامه فوقف. ايه ده شفتوا بتاع سريع جدا ازاي. اهو بصوا ده جامد قوي اهو. ده الراجل يعني اللي خسر. معلش معلش تتعوض لك مره ثانيه. هنرجعهم بقى تاني ورا. ايه ده بصوا انجري بيرد وصل للاخر، وقع الوحش على الارض. واو انجري بيرد كسب. يبقى من اول مره انجري بيرد اخد 1-0 علشان ايه، قدر انه يوصل للوحش وهياخد الكنز دلوقتي. تعالوا بقى نكرر السباق تاني ونشوف مين فيهم اللي هيكسب. برضو انجري بيرد كسب. انجري بيرد كسب لتالت مره. ايه ده واو برضو بصوا انجري بيرد هو اللي كسب في كله. بص الاوبستكل زقوها ازاي، وقع الوحش ازاي. الله دي جامده جدا جدا، اللعبه ممتعه قوي زي ما انتم شايفين. وفي الاخر انجري بيرد يعني بصوا وقع الوحش ودمره، مرمط بكرامته الارض. ويعني صاحبه اللي قاعد بيسابق انجري بيرد ده مش عارف ان هو يكسب خالص. كل ما يجي يجري يلاقي عيني عقبه قدامه، لبس في الحيط كذا مره. مش مشكله، احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا ايه ما نركزش معاه قوي يعني. اوكي وبعدين بصوا ايه تاني، ايه تاني عندي. ايه ده بيلف بقى يمين وشمال. دي العقبة الاولانية، ودي بقى العقبة التانية. بصوا بتلف برضو يمين وشمال. وهنا بقى ده التراك ده اللي ايما يعني حسب مين اسرع. الاسرع بيخلي التاني يجري يقع في الايه في الارض. وبعدين اخر حاجة بقى هنا الايه الكنز. الله دي جامده قوي، اللعبه الفظيعه دي. نحط بقى الوحش عليه. الوحش كان قاعد بقى فوق هنا، اول لما العربيه بتيجي بتخبطها تلاقي الوحش طار يا عيني وقع على الارض. اهو شفتوا واو. انا عن نفسي عجبتني جدا اللعبه الفظيعه دي. تعالوا بقى نعمل السباق تاني ونشوف يا ترى بقى مين فيهم اللي هيكسب اخر مره. اوكي اهو بصوا بقى جبنا السباق كده من اوله اهو. بصوا بقى جبته من بعيد وشفته ازاي كبير. ده سباق كبير جدا. احنا كده بقى اتفرجنا على كل حته فيه، وممكن اعمل لكم بقى سباق تاني ونشوف انجري بيرد وهو بيسابق ايه الوحش الصغنون صاحبه. اتمنى يا اصحابي يكون الريس الفظيع ده عجبكم. بليز بقولوا لي في الكومنتات رايكم فيه، وكنتوا بتشجعوا مين، ولو عايزين انا اعمل لكم تاني قولوا لي برده في الكومنتات. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. هتوحشوني يا اصحابي. باي باي.